مساء الخير واهلا وسهلا بجميع المشاهدين اللي انضموا هلا لقناه ال بي سي وروتانا خليجيه ليتابعوا معنا حلقه اليوم من بي لايف. رح يكون في عنا وقفه بحلقتنا مع الموسيقى والفن وفنان صاعد بندعمه مثل ما عودناكم دائما ندعم المواهب الشابه، الفنان علي احمد بضيافتنا. وغدا نتحدث مطولا عن المديرة الإبداعية الجديدة لدار جيفانشي كلير وايت كالر، أما اليوم فتحية لسيدة أخرى بتحتل هالمنصب وهي ماريا غرازيا شوري من ديار، فخليكم معنا وتابعوا الفقرة الخاصة. ومن الاكسسوارات يلي هي على الموضه تشوكر يلي عم نشوفه كثير، هالعقد يلي بلف على الرقبه ومصنوع من القماش او من مواد ثانيه، شو قصه هالاكسسوار وكيف ممكن نتزين فيه؟ كل التفاصيل بفقره خاصه. اما هلا الى مطبخ بي لايف لنتعرف سوا على وصفه اليوم. ومن مطبخنا مطبخ بي لايف اليوم معنا الشيف مارينات شربل، وصفة يابانية حسب ما عرفنا. أهلا وسهلا فيك شيف. أهلا فيك. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو هالوصفة اليابانية اليوم؟ اليوم غيرنا عن السوشي، رح أعمل بلا سخن. أوكي. بلا كتير هين. هلأ هو بلا اسمه سوكياكي، هي أكلة يابانية تاديسونيل. أوكي. في كذا طريقة، كذا طريقة بنعمل فيها. أنا عملتها شوي على اللبناني شوي. أوكي، من أي ناحية؟ يعني شو زدت عليها مكونات؟ هي مثلا النودلز عملت باستا بس نيفو أن رفيعة كثير. أوكي. أوكي، والفيجيتابلز في الخضرة في أنواع يعني مش كثير موجودة دائما بالسوق، سو بعملها أنا تكون افيلبل أكثر. اللي مثلا شفتي الخضرة العادية بتكون موجودة. أوكي، البروكولي، الجزر، الفليفلة، الشامبينيون، الفطر. الفطر، وهيدا من النخيل. أوكي. واللحمة؟ واللحمة، لحمة كمان، لحم الستيك العادي. سو سهلة التحضير ونقدر نلاقي اكيد كل المكونات موجودين. صح. رح نتابع كل التفاصيل طريقة تحضير هالوصفة اليوم مع كشاف. اهلا وسهلا فيك، يعطيك الف عافية. مين بيحتفل بعيد ميلاده؟ خلينا نشوف. تحتفل اليوم الممثلة ريز ويذرسبون ببلوغها 41 عاما. هي التي صعدت إلى الشهرة العام 2001 من خلال أدائها لدور آل وودز في ليجلي بلوند، وفي رصيدها جوائز أوسكار وجولدن جلوب، بافتا وجائزة نقابة الممثلين للأداء المتميز. هذا وتمتلك ريز شركة إنتاج خاصة بها تدعى باسيفيك ستاندرد، وهي ناشطة في منظمات تعنى بحقوق المرأة والطفل. ومنذ العام 2010 بات لها نجمة تحمل اسمها على ممشى المشاهير في هوليوود. يضاف إلى ذلك أن محبو ريز ويذرسبون يترقبون لها العام المقبل فيلما بعنوان A Wrinkle in Time الذي لا يزال تصويره قائما حتى اليوم. عقبال المية لريز ويذرسبون ولكل من يحتفل معها اليوم بعيده أيضا. بس ما بتزبط ولا ممكن نطلع لوين على اللاش بقولوا عالدوشي هيك. تحياتنا لبلال اكيد، وبنبدا مثل العاده هيك مع جوله من الاخبار. واول خبر بيقول دشن حاكم دبي شيخ محمد بن راشد ال مكتوم محطة للطاقة الشمسية قادرة على مد نحو 50,000 منزل بالطاقة الكهربائية بدبي، وبتبلغ القدرة الانتاجية للمحطة 200 ميجا وات، وبتمتد على مساحة 4.5 كيلومتر مربع بالصحراء، وبتضم 2,300,000 من الألواح الشمسية الكهروضوئية. وبلغت تكلفة هالمحطة نحو 326 مليون دولار. يعني من الواضح أن دبي بالأيام اللي جاية رح تركز على استخدام تقنيات الطاقة الشمسية المختلفة. طبعا هيدا خبر كتير مهم وهيك محافظ كمان للبيئة. على أمل أنه كمان عنا بلبنان يصير عنا إن شاء الله. فهلا
هلا دبي. وخبرنا التالي بيشارك كل من النجم الأمريكي توم هانكس إلى جانب أليك بولدوين وتينا في بين النجوم اللي بينتظر ظهورهم على فيسبوك لايف مباشرة كجزء من جمع تبرعات لرابطة الحريات المدنية الأمريكية. وبتحمل هالفعالية عنوان دافع عن الحقوق، وهي عبارة عن حفل خيري من أجل رابطة الحريات المدنية الأمريكية اللي رح تبث على فيسبوك مباشرة يوم 31 مارس. وقد كانت الرابطة ناشطة بالمعركة القضائية ضد الحظر اللي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السفر لبعض الدول وخصوصا العربية والمسلمة منا. يعني الواضح ننسي أنه مشاركة النجوم بتساهم دايما بتعزيز قوة أي حملة وبتشجع المواطنين للتبرع أكثر وأكثر، فأكيد الصوت بيوصل بشكل أسرع بس يشارك النجوم بأي حملة. بالفعل. وخبرنا التالي يا ساشا، أنا بقول خدوني على مصر. هو في ايه؟ الخبر بيقول يا ساشا ده حصل ايه؟ أصبح لسكان العاصمة المصرية القاهرة متنفس بفرغوا في طاقة الغضب عندهم، خاصة من العيش بهالمدينة الضخمة والصاخبة. وممكن للغاضبين بالقاهرة استخدام مضرب بيشبه مضرب البيسبول لتحديد مجموعة من الأهداف المتنوعة، ومنها أجهزة تلفزيون قديمة وأواني فخارية ومقاعد خشبية بأي غرفة من 6 غرف غضب اسمها. صاحب المشروع أحمد نصرت قال أنه ممكن أنك تجي لهالمكان لتفريغ هالطاقة السلبية، ومقابل أجر معين بيرتدي الزبائن ملابس واقية بتغطيهم من الرأس إلى القدم، وبيقتادوا إلى وحدة من 6 غرف ممكن فيها تكسير الأشياء المعروضة للتنفيس عن غضبهم. يمكن هون في كتير أشخاص رح يعتبروا هالفكرة عدوانية، ولكن أنا بقول لا، ليش لا؟ الواحد لازم يطلع هالطاقة السلبية اللي عنده. مع أنه كمان هالشغلة انعمل سبق وانعملت بعدة بلدان منها بريطانيا وأمريكا. صح، سمعنا عنها. وحلو، بتشيل استرس. عادة بنقول أنه خدوني على البحر لصريخ، خدوني لكسر. هلا بتعرفي يمكن أنا مش مع هيدا الشيء، ما بعرف أنه هيدا حسب الشخص كيف بيقدر ينفس عن غضبه. يعني في ناس بتحب تكسر، بتحب تعيط. أنا بقول أنا ما جربت بعد، بس لا عندي إياها مركب تليفوني هيك. ايه ياما مكسره تليفونات بعدها جديده، فهيدي منيحه لك فبتروحي لحالك. خبرنا الاخير، فاجئ الممثل العالمي جورج كلوني احدى معجباته بات ادمز اللي بتبلغ من العمر 87 عام بزاره بدار رعايه اللي حيث بتعيش، وكانت موظفه بدار الرعايه، وقد طلبت برساله تحقيق حلم بات اللي لا تكف عن التعبير عن اعجابها وحبها للنجم الهوليودي. وبس حضر كلوني قدم باقه من الزهور الى بات بالإضافة إلى بطاقة معايدة لأنه عيد ميلادها صادف بالأسبوع نفسه لزيارته إلها. ونشر دار الرعاية صورة بتجمع كلوني بمعجبته على مواقع أو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث بدت بات بغاية السعادة. وأرفق دار الرعاية الصورة بتعليق شكر من خلال الخطوة الراقية اللي قام فيها كلوني واللي زرع عبر الفرح بين المسنين الموجودين فيه. يعني رغم كل مشاغله هلا كلوني بالتمثيل والعنايه بامل اللي هي حامل بتوأم، قدر يخصص هالمساحه او هالوقت لزياره هالمسنه اللي بتحلم يعني بلقائه. شو حلو، شو وزرع حلو. الفرح يعني. هلا نحن معروف عنا حنيننا اللبنانيه قديش هيك تاثر عندنا حنيه، هيدا تاثير امل يعني مش هيك. هيدي عدوى. اكيد هيدي كانت لكن جولتنا هيك على الاخبار اللي اخترناكم اياها لليوم. لحظات قليله مع الاعلام نرجع ننطلق بمواضيعنا، خليكم معنا. Quand j'ai froid, elle se fait lumière comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière. Elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle. Elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs. Elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines. Et des souvenirs par centaines versent mon cœur des 1000 étoiles. Elle est ma quête, elle est mon graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle.
quand je me blesse et les douceurs comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde, elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. ومنرجع منحييكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا ومننطلق بحلقتنا مباشرة بعد الفاصل مثل ما شفتوا. والبداية محطة موسيقية مع فنان موهوب كل فترة بيزورنا نتعرف على جديده بعالم الأغنية. منرحب بالفنان علي أحمد. أهلا وسهلا فيك علي. أهلا وسهلا علي، اشتقنا لك. شو أخبارك؟ تمام. أنا اشتقت لكم كمان. جامد. أهلا وسهلا. اشتقت لكم كثير يعني. ونحن كمان دائما مرجوعنا لبيلايف. لبيلايف. أهلا وسهلا فيك. أكيد بدي مسي عليكم وعلى كل المشاهدين عم يشوفونا. أهلا وسهلا. علي، امبارح صادف عيد الام وكمان خصصت اغنيه من كم سنه بعنوان امي. قديش بيترك اثر فيك هالعمل؟ اول شيء بدنا نعيد كل الامهات ويخلي لكم امهاتكم وكل اللي عم يشاهدونا كمان. العمل يعني ما بقدر كل سنه، يمكن اقدر اعمل غيره، لا ما بقدر، لان هو العمل جديد بحد ذاته من ناحيه النص. يعني النص جديد، اكيد بدي اقول انه هو كتابه الممثله ليليان نمري، وجه لها تحية. فهو تبقى. النص جديد انه شاب عم يتذكر والدته اللي رحلت. فمهما عملنا اعمال جديده، مهما عملت بدي اقدم شيء للام، ما رح لاقي احلى منه. فدائما كل سنه بيكون في يعني المقصود مؤثر كثير. ايه طبعا في غصه كثير كبيره. يعني ممكن اي كثير نحن بننبسط بالامهات وبنعيدهم، بس في ناس كثير محروقين، في ناس كثير يعني موجوعين من فقدان امهاتهم. فالاغنيه كانت كمان بمثابه رساله لحتى اي حدا يكرم امه او ينتبه عليها قبل الوداع الاخير. طيب يعني بلكي بحس فيها شوي، بحس بهيدا الشيء اذا كان هو تاركها او اكس من الاسباب. ايه فلازم يعرف انه يقدرها، كان العمل هيدا الرساله اللي وصلها يعني. اكيد. طيب علي، مثل ما سبق وذكرت انه ليليان نمري الممثله اللي كتبت هالاغنيه هيدي، شو سر هالعلاقه المميزه يلي بينك وبين ليليان ويلي كتبت لك اكثر من عمل كمان؟ اكثر من عمل صحيح. ليليان يعني مهما احكي عنها قليل، مهما احكي عن مدى تواضعها وعطائها قليل. ما في سر، في محبة. فيني أقول المحبة وقت بيكون موجودة بتعطي كل شيء. فوقت كتبت يا أمي، هو كان موجود أكيد بكتابها لما نروح بتحكي، ورجعت كتبت لي العمل اللي تصور فيديو كليب تعي نسرق. كمان أخذ نجاح كتير كبير، وأكيد خير لقدام. طول ما في موجود ثقة وأهم شيء الوفاء، منضلنا أكيد مستمر. أكيد رح نرجع نحكي عن تعي نسرق كمان ونشوف هيك بعض المشاهد من الكليب، ولكن يا ريت نسمع شوي من أمي. أمي يلا. يلا. اليوم ما بدي أتذكر يوم رحيلك وأبكي، بس من بعدك قولي لي لمين بدي اشكي. يا امي شو صعب فراقي وقتلني الحنين، كل ما بتوجع لوحدي بيقتلني الانين. يا امي شو صعب فراقي وقتلني الحنين، كل ما بتوجع لوحدي بيقتلني الأنين. مشتاق لديك الحنون وليالينا المجنون، مشتاق لديك الحنون وليالينا المجنون. كل ما مرق سنين يا أمي بيقتلني الحنين، كل ما مرق سنين يا أمي بيقتلني الحنين. يا وجه المالك يا ست ساكتي،
يا نبع المحبة يا رائعة عن جد. بركي بنرجع هون للكلمات شوي علي، كيف بتصير المراحل يعني لتسمع الاغاني وتقتنع بهيدي الاغنية انه تكون خاصة لك؟ هلا اول شيء انا متبع مثل ما بيقولوا خط انه بحب الكلام الجديد، الكلام اللي فيه مثل ما بيقولوا باللبناني قفشة جديدة، فبحب يكون دائما الكلام اللي ملعوب عليه يعني. ايه يعني في مثل تعي نسرق شيء. ايه هلا تعي نسرق كلهم قالوا انه قفت شو تعي نسرق. ايه هلا هو الموضوع جدا حلو، بس تعي نسرق عملت ضجة، حتى بأغنية جديدة دورية عسكر كمان عملنا لعبنا بالكلام. فهلا أكيد كلنا بنغني نفس النصوص، بس كل حدا بيغني بطريقة معينة أو مختلف. بأسلوب مختلف يكون في شيء جديد يعني يتميز، مثل في كتير عدد من الأغنيات فيهم كلمات جديدة بتشد، مثل قلبي على اليمين مثلا بتشد المستمع وقت بده. صح هلا هذا اللي انا عم بتبعه هلا. طيب وتعي تنسرق خبرنا هيك مع مين صورتها فيديو كليب وكيف تحطي لي اخترتها يعني ليش؟ تعي نسرق اكيد بعثت لي اياها ليليان و ايه؟ ودغري بنفس اللحظه اللي وصلني الكلام ما سرقنا شيء، ما بيقولوا هو بالصحافه كتبوا علي احمد وليليان نمري وحريدان على السرقه. سرقت القلب فيك تقولي، او فيني اقول لها تعي نسرق سوا نهدات انطفى ضو القمر بغيابي. فليليان دغري من اول ما بعثت لي النص دغري طلع معي اللحن، هي قالت لي طول بالك شوي على لانه الكلام الحلو بيفرض نفسه يعني ما في داعي تفكري فيه. صح دغري بيفرض انه هذا كلام حلو، هذا بيتغنى، هذا حتى موزون حتى. طيب يعني بنشوف بعض المقتطفات من تعي نسرق، يلا خلينا نتابعهم. اوكي مشي معي تنكمل المشوار لاسمي ناطر عباب، مشي معي قبل شهر نوار لازين الورد عتياب، تعي نقطف سوا معي لاص قلبي كبير وجواتي، مشي معي مشي معي تنكمل المشوار تنكمل المشوار. بحبه، ايه بحبه كمان، اغنية حلوة، ايه عم شيء مختلف. طب علي مين مع مين تعبان؟ مع المخرج الياس سركيس، صورناه بانفه على مدة نهار كامل من 6 الصبح ل 12 بالليل. حلو هيك بسيط ما فيه كثير. ايه ما لعبنا على فكرة بسيطة. ايه؟ شاب ببيع ورد بحب بنت الحي، واخر شيء بيصير بسبب الام اللي بتكون لعبة دور الحماية، ف بتعمل مشكل معي كرمال ما احصل على البنت، باخذها وبهرب ويلا. علي طيب مين عم بيدعمك؟ مين في شي شركه انتاج معينه عم تدعمك ولا لوحدك؟ هلا لوحدي فيك تقولي، بس في مثل احيانا سبونسر بيقدر يعني اوكي يساعدونا بهذا المجال، للكليبات
نقدر نعرض على القنوات يعني. طيب شو هيك الصعوبات اللي عم بتواجهها بهالمجال هيدا؟ هلا الشيء اللي نحن عم نعمله اكيد صعب بعصر اليوم، بس هو الاصعب انه اثبات العمل، يعني نقدر نثبته للعمل على على كافه القنوات، يمكن من خلال سبونسر او الانتاج الخاص يمكن نقدر نصور ونعرض على قناه واحده. صح. بس بدنا نقدر ننشر العمل على اكثر من قناه صعب، وهون نحن اليوم بعصر الصوره يعني. صح. ما بقى بعصر الاوديو اكثر من الصوره. مزبوط. فهذا الشيء كثير بياثر، كثير بياثر. ومع بي لايف انا ما بعتنهم. اهلا وسهلا. علي، من بين النجوم اللي بتحبهم بنعرف انه انت معجب بالفنانه شيرين وبفنها. كثير بحبها. هلا السبب معروف يعني، كلنا بنحب الفنانه شيرين، بس شو الاغنيه المفضله عندك؟ هلا كثير اغنيات انا بحبها لشيرين. هلا شيرين عندي اياها غرامي يعني، بحب حضمتها، بحب عفويتها، ايه صوتها. اسمع شيء من كده. يلا يلا. كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم كنت روحي لما كان جوايا روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح. مش فاضلي مني غير حبة غروب، مع السلامة يا حبيبي وفي امان. عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان، مع السلامة يا حبيبي وفي أمان. عمري ما هقول يوم عليك ماضي وكان، عمري ما انسى مهما طال بيا الزمان. تعمل اغنية رومانسية مفروض. ايه عم بتفكر فيها؟ ايه طبعا اكيد، بس هو كنا اكثر الاغنيات اللي نزلناهم كانوا على موسم صيف وحفلات هيك شبابية، بس انا هذا اللون كثير بعشقه. كمان موسم اعراس بيكون لازم تعمل شيء هيك رومانسي. خصوصا تعي نسرو اللي كنا عم نحكي عنها، هي مخصصة للاعراس. في مطرح بقول قولي نعم مشهد على حبك رح اقول نعم. مشهد حلو. يعني شيء حلو كمان. حلو. انحطت كثير وندعمت كثير. بس بتعرفي هذا اللون بده شتويه، بده دفى، بده اجواءه الخاصه طبعا. وكمان كل الفانز يعني اللي بيتابعوا اعمالك هن على موعد مع اغنيه دوريه عسكر اللي سبق اللي صدرت بشكل اي سريع قبل. خبرنا شوي اكثر عنها. دوريه عسكر اكيد كلمات تمام حنا زلاق. شاب موهوب بيكتب بشيء رائع جدا بطريقه عن جد مجرم، فيني انا بسميه المجرم، بوجه له تحيه. وكلهم عم يكونوا الحانه. ف دوريه عسكر فيها الشيء الجديد، فيها الشيء هضامه جديده. كمان عملت ضجه كثير كبيره على السوشيال ميديا، ونزلناها بهيدي الطريقه اللي هو الصور مع الاغنيه، لبين ما قدرنا صورناها على طريقه الفيديو كليب. هي بنقدر نوصل الاغنيه بنرجع بنصورها، لانه كمان الاغنيه فيها عسكر ومعسكر وقصص. حلو. وهيك وصواريخ وما صواريخ، فلازم يكون لها كليب مرتب يعني. صواريخ محبة أكيد. هلا كله بالمحبة. طيب علي، طالما الأغنية من ألحانك، ما بتخاف هيك إنك توقع بالتكرار بالتشابه؟ ولا في بالتشابه ولا في اسم الله في هلا أنا بلحن اللي أنا بحبه، اللي أنا بحس حالي عم بقدر أعطي إحساس. وقت لحنت يا أمي اكيد بكيت كثير بالاستوديو انا وعم سجلها، لانه ان شاء الله يجرب هيدا الموقف لحدا. فبكيت كثير، وقت لحنت عين نسرق كمان لحنتها بطريقه، بس وقت دوريه عسكر حسيت انه ممكن اللي عم تقولوا عنه هو بتشابه النغمه، بس مش بتشابه اللحن. بحس حالي انا بهيدي النغمه هي الاحب على قلبي. المفضل. شوقتني اسمع كلمات هالاغنيه. سمعنا هيك ولحنا كمان، بس بدي اشوف شو
شو الكلام بيقول؟ بدك تسمعيها كلها بس هسمعك مقطع صغير منها. اوكي يلا. بهديك اياها. انا ما بطلب هدني وسل، بحبي ما في استسلام، انت بعيد يعني ظلم وهون لحبل الاعداء. انا ما بطلب هدني وسل، بحبي ما في استسلام، انت بعيد يعني ظلم وهون لحبل الاعداء. اعينك دوري يتعسكر، بالي دايما منتشرة، لك دخلك قربي لي اكتر تارفع عليك العشرة. هيدي هم على التياب لرفع لك. حلوة كتير. علي شو عم نحضر هيك مشاريع جديدة؟ هلأ مشاريع أكيد بدنا إن شاء الله بدنا نصور الأغنية دورية عسكر، وعندي كذا شيء. أكثر شيء هلأ مبسوط فيه إنه بدي شارك بجمعية المكارم للمسنين نهار الأحد. هذا نهار كتير متشوق له، إنه بدي التقي مع مسنين ونغني مع بعض، وهن حابين يشوفوني بوصلني الخبر ونلتقى مع بعض. فهذا النهار هلأ كتير متحمس له، بالاضافه لكذا نص اكيد بدنا نشوف هلا جاي الصيفيه، فلازم نلحق الكليب ونحضر كذا شيء اكيد، اغاني جديده وبكي مهرجانات وحفلات ان شاء الله على الصيفيه. موعود بكذا شيء بدنا نعمله. وكل ما تكون هيك نازل صوب بيروت وخارج لبنان، وكل ما تكون نازل صوب بيروت حول العالم. كل ما تكون صوب طرابلس لازم تميل لصوب بيروت. اكيد علي ميرسي كثير، اذا الله راد. شكرا يا علي، نورتنا اليوم، كل التوفيق لك. ميرسي يا حبيبي، انا انبسطت فيكم كثير. ميرسي يا ميت، اهلا وسهلا. ثانك يو للشاب يلي رافقنا اليوم كمان. بدي وجه له تحيه. ميرسي، تحيتنا له. ميرسي. لحظات قليله مع الاعلان وبنرجع بنتابع، خليكم معنا. وبنتابع برنامجنا بلايف، وبعد شهر على مغادرة ريكاردو تيسي لدار جيفانشي، وصلت أقاويل من أنه رح يتجه إلى دار فيرساتشي. أعلنت دار جيفانشي على أنه كلير كالر من كلوي هي صارت المديرة الإبداعية لدار جيفانشي. وبكرة أو غدا رح يكون في لنا وقفة شاملة مع حول هالتغييرات مع جيفانشي، وطبعا لنشوف هيك اللمسة الأنسوية اللي رح تضيفها كلير على هالدار. أما اليوم يا ساشا هيك رح نتعرف سوا على فينا نقول مديرة إبداعية تانية، وهي ماريا غرازيا شوري، وآخر عرض قدمته لديور. أما نحن منلاقيكم بعد البريك، وراح يكون في عنا فقرة مع ناتشورلي كلود، فخليكم معنا. بدت مصممة الأزياء الإيطالية ماريا غرازيا شوري المديرة الفنية لدار ديور العريقة ومن دار فالنتينو التي بدأت العمل فيها في 2007 مع بيير باولو باتشولي. تأتي شوري إلى ديور لتشغل منصب البلجيكي رالف سيمنز الشاغل منذ تشرين الأول أكتوبر 2015، ولتكون أول امرأة تحصل على هذه الوظيفة في الدار، والتي تبلغ 70 عاما لتصبح الشخصية السادسة على رأس إدارة بعد مؤسس الدار وبعد إيف سان لوران، مارك بوهان، وجيان فرانكو فيري، وجون غاليانو، ورالف سيمنز. قد رحب الرئيس التنفيذي لدار ديور برنارد أرنو بهذا التعيين، مشيرا إلى أن ماريا تستحق اللقب الجديد نظرا إلى خبرتها الواسعة في المجال وشغفها بالعمل اليدوي المعترف بهما دوليا. وقد قدمت السيدة أولى مجموعاتها تحت اسم ديور خلال أسبوع الموضة الباريسي لأزياء ربيع وصيف 2017. وتعليقا على التجربة الجديدة، قالت ماريا إنها تتشرف بالانضمام لفريق عمل ديور، وتعتبرها مسؤولية كبيرة بأن تكون أول امرأة تدير الجانب الإبداعي فيها.
ولدت مصممة الأزياء الشهيرة وترعرعت في روما قبل أن تدرس في المعهد الأوروبي للتصميم في العاصمة الإيطالية، وعملت لمدة 10 سنوات في دار فندي، ليختارها لاحقا فالنتينو غارافاني في 1999 لتصميم أكسسوارات منزله، وهي متواجدة منذ 2007 مع باولو باتشيولي في الإدارة الفنية لدار فالنتينو. ليست ماريا وحدها هي العاشقة للموضة في عائلتها، حيث أن والدتها كانت تعمل في نفس مجال التصميم والحياكة، ولديها موهبة وإبداع خاص في تصميم الأكسسوارات من أحذية وحقائب، فقد ساهمت في تصميم حقيبة باجات لدى فندي، وكذلك أبدعت في تقديم حقائب وأحذية روكستاد لدى فالنتينو. وعلى الرغم من براعتها في العمل وجرأتها في التصميم، إلا أن مقابلات ماريا في مختلف المجالات العالمية تؤكد على أنها شخصية خجولة، وكان صعبا جدا بالنسبة لها أن تصبح مشهورة، إلا أنها تغلبت الآن على هذا الأمر، ويقول المقربون منها أنها تتمتع بشخصية مرحة وتحب المزاح وتختلق المواقف المبهجة مع أصدقائها. على الرغم من أنها ماهرة جدا في عملها وتهتم به، إلا أنها لا تتخلى على الجانب المرح في حياتها. في غودا في باريس، اختارت ماريا غرازيا شوري أن تقدم مجموعتها الأولى لدار ديور لربيع وصيف 2017، وتمحور العرض حول القوة النسائية وقضايا المرأة. ليس بالغريب أن تختار هذه المديرة الإبداعية موضوعا مماثلا، فهي أول سيدة تستلم هكذا منصب في تاريخ هذه الدار الفرنسية العريقة. بكلمات من خطاب الكاتبة النيجيرية شيماماندا نغوزي أديشي، والتي تنادي بأن نكون جميعا نسويات أو we should all be feminists، انطلق العرض بإطالات بالأبيض تلتها أزياء بالأسود والأحمر، لينتهي بلمسة من التصاميم الحالمة. المجموعة تميزت بقصتها المكشوفة الظهر وبتناقضها الذي برز في الأقمشة، فامتزجت الرومانسية بالطابع الحاد، وكأنها تؤكد على أن أنوثة وقوة المرأة في آن واحد. تصاميم من التول كسرت من نعومتها الأقمشة الجلدية أو الأحزمة ذات الطابع المشاكس التي رفقت القمصان. السترات والفساتين قمصان قطنية بيضاء نادت بنفس كلمات الكاتب شيماماندا، وأخرى طبع عليها ديور ريفولوشن، وكأن المصممة تلعب على الكلام وتجمع بين تطور الدار من جهة وثورة الدار على المجتمع الذكوري من جهة أخرى في عبارة واحدة. هذا التلاعب برز أيضا في كلمة جاديور، والتي زينت أكمام القمصان أطراف التنانير والحقائب. Quand le jambon est bon, c'est le jambon cambon. We'll be right back.
في ضوء القضية التي تبنتها الشوري، حافظت هذه المجموعة على الطابع العملي والعصري، وبدت التصاميم كافة سهلة الاعتماد تعكس أسلوب سيدة اليوم. لكل السيدات اللي عم يبحثوا عن وصفات طبيعية للمحافظة على نضارة بشرتهم، تابعوا معنا كل أربعة وأحد المتخصص بالأعشاب والطاقة كلود سعد. أهلا وسهلا فيك كلود. أهلا وسهلا كلود. أهلا وسهلا فيكم، منورين. اسم الله منورين. أو شيء ينعاد عليكم من خلالكم، بدي أعيد كل الأمات طبعا بدنا نقول لهم ينعاد عليهم. امبارح كان أجمل عيد بالسنة كلياتنا بنحبه، هو عيد اليوم، فبدنا نعيدهم كلياتهم باسمكم وباسم ناتشورال كلود، عائلة ناتشورال كلود ككل. أهلا وسهلا. شو عنا اليوم كلود؟ عن شو رح نحكي اليوم؟ عجاء شوي حقيقة. اليوم أول شيء عندي خلطة مهمة كتير، بنخليها لآخر الفقرة حتى يتحمسوا، بس يكون معهم قلم وورقة. طبعا اليوم عندي كتير شغلات بدي أتحدث عنها. أول شيء بدي أتحدث عن المتممات الغذائية عند ناتشورال كلود. عندي اثنين من أهم المتممات الموجودة اليوم. أول شيء عندي تشابي تشيكس، اللي هو تكبير الخدود، معمول من عشبة اسمها جينجو بيلوبا. جينجو بيلوبا كلياتنا بنعرف أنه هي بتشتغل على العروق الرفيعة جدا، وهي كمان منيحة للذاكرة والالزهايمر، كثير مهمه، فبناخذها كل الستات عم يستعملوها لانه هي بتشتغل على تكبير الخدود وعندها اهميه وفعاليه جدا منيحه، وبدون ما تعمل اي اذيه او اي ردود بالجسم او مشاكل بالجسم. أوكي. طبعا عندي كمان حبه ثاني اسمها حبه تطويل العمر، كونه نحن سمعناها امبارح كثير، الله يطولنا بعمرك، الله يطولنا بعمرك. فكمان فينا نهدي للام حبه تطويل العمر، وحتى الرجال بياخذوها كمان، هي عندها كثير خصائص مهمة، وخصوصا اللي عنده مثلا بالعيلة كونسير لا سمح الله، عندهم مضاعفات بالقلب. طبعا هذه الحبة هي كتير مهمة، عندها فعالية كتير قوية، في خلطة كبيرة من الأعشاب بقلبها. ليش بتقول أنا بتطول العمر؟ لأنه هي بتنظف الشرايين، هي بتخلي هالشرايين تنبض أكتر وأكتر، تشتغل أكتر وأكتر. وكمان في مثل فرنساوي كلياتنا بنعرف، كل شيء شريانك هو عم ينبض، كل شيء أنت بألف خير، كل شيء أنت وعم تجعي يعني أنت بألف خير. فنحن دايما بنقول لهم حبة تطويل العمر لازم ياخذوها كل العالم على صحة السليمة، لأنه بتنظف الجسم، بتقوي المناعة، لأنه عندها تقوية مناعة كتير 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 عالية. وهي بتقعد تشتغل على تقنيس او يعني على اصابه الخلايا السرطانيه، ابدا بتشيلها كلياتها من الجسم، وهيك بتعطينا جسم. وهيدي حبه وحده كافيه خلال النهار؟ حبه وحده اذا كنا نحن ما عندنا مشاكل جسديا، بس اذا كان عندنا مرض لا سمح الله كونسير بدنا ناخذ ثلاث حبوب منها، اذا عندنا مشاكل قلب بدنا ناخذ حبتين منها، وبعدين اذا نحن على صحه السليم بدنا ناخذ حبه وحده. حبه وحده. اوكي. من شو المستحضرات كمان؟ طبعا كمان بدنا نرجع كمان نحكي عن الفات اتاك، وبدنا نحكي عن قاطع الشهية. هول اللي عاملين ثورة حقيقية بعالم الجمال والتنحيف، وخاصة بهالفترة قبل موسم الصيف يعني. مزبوط. والمناسبات كلهم بيقولوا لي بدنا شيء يحرق لنا، بس بدون ما يعمل شيء أبدا. صح. مشاكل بالرأس، لأنه مرات بيصير عندهم وجع رأس، أرق، كتير أشياء. مزبوط. مشان هيك نحن حضرنا له مجموعة التنحيف أو شيء الفات أتاك، هو بيشتغل على تعلية الميتابوليزم عندنا، فبيصير عندنا الميتابوليزم عم يشتغل وعم ينشط أكثر وأكثر، لأنه في
بقلبه كلياتها بنعرف الجورانا اللي بتشتغل على الميتابوليزم، في بقلبه الجينجر، في بقلبه الجرين كوفي الجرين تي، خلطه غريبه الاوصاف قد ما مهمه. طبعا هي خلطه امريكانيه وجبناها على لبنان وعلى الشرق الاوسط ككل حتى كل الستات والرجال يستفادوا منها ويحرقوا دهن، وهيك بيشيلوا 3 كيلو بالاسبوع. 3 كيلو بالاسبوع؟ نعم. والله مش قليل. اوكي، مهم كثير. وطبعا بدي اروح على قاطع الشهيه، بتعرفوا رزاليتا صاحبتكم بلشت فيها، جربتها بالفعل، قالت لي رهيبه، والاتصالات عم تيجي من وراها من اصحابها كلياتهم، قد ما عن جد عطت افاده كثير مهمه بدون ما تعمل كمان سايد افكت له ابدا، وبالعكس هي صح. عم تشتغل لتشيل هالدهنيات وتقطع لي هالشهيه ابدا، وما اكل ابدا بالوقت ذاته، بضل انا منيح لانه كمان في فيتامين بقلبها، هذا الفيتامين بيساعد انه هالجسم يضل ناشط بدون ما يعمل لي خمول، بدون ما يعمل لي اي تعب. وبتاكل هيك كميه قليله وبتحس حالها شبعانه، هذا اهم شيء. يعني ما بتروح تجعني على الاكل، هذه اهميتها نحن دائما بنتحدث. ننتقل للزهورات. طبعا الزهورات هي زهورات دائما بتحدث عنها، هي معموله من 6 انواع من الاعشاب الطبيعيه، بتشيل النفخه، بتشيل الغازات، بتلين المعدة، وهيدي أهميتها. يعني المختصر تبع زهورات كلود هي الديتوكس للجسم، وهي كتير مهمة وكتير فعالة. أوكي. ننتقل هلا للبشره. للبشره اكيد. يلا. اول شيء بدي احكي عن دارك سيركل يلي انا جربته. برافو عليك، انت خبرين عليه. لا بالفعل، هلا انت قلت لي انه النتيجه رح نبلش نشوفها من بعد شهر، ولكن اللي بقول لك اياه انه انا عاده مش كل الانواع بتناسبني، عندي مشكله دغري بحسس على اي نوع. ناسبني كثير هذا الكريم، والانتفاخ يلي عندي اياه تحت عيني خف، فرائع. إيه لانه ليش؟ لانه مثل ما قلت هالخمس اعشاب بقلبها هي بتشتغل على الانسجه، وهذه اهميه وفعاليه الدارك سيركل من ناتشر كلود، انه هي بتشتغل من الداخل، هي ما بتشتغل من الخارج. مشان هيك انا عم اقول بدها وقت شهر، لانه حتى نكون نحن صادقين بالكلام تبعنا، حتى ما يقولوا لتلاقي النتيجه المضبوطه. مضبوط. من اول استخدام يعني لاحظت الفرق. إيه. وقلت لك حتى ساشا صح مزبوط. ليش؟ لانه هيدي الانتفاخات بتروح، التجاعيد رح تروح باذن الله، ولكن السويد بده تقريبا من اول كان جور او من اول 15 يوم بنبلش نحن ناخذ النتيجه المثلى لها. ودائما انا مشان هيك بقول لهم استعملوا صباحا ومساء تبوتمون من برا لجوا لنقدر ناخذ افاده، وافاده كثير مهمه. هلا في اشخاص عم بيسالوني كان فينا نحط بعد منه الميك اب، فينا نحط شيء فيكم تعملوا عادي طبيعي بتعيشوا حياتكم طبيعيه، هو خلال ثواني قليله بتروح الدار بينشف، بتمتصوا البشره وبتعمل لهم اي مشاكل ابدا ابدا. اوكي، الجولد كمان انا جربته. كمان خبرينا على شوي عن الجولد لانه لقيت شوي. لا بالفعل الجولد كتير كمان كثير حبيته، بيعطي هيك اكلا وبتحس في نضاره بالبشره وكانه مضويه كلها. هلا القوه ما القوه، بدي شيء هدي لي قوتي، انا بضلني بدي خانق. وساشا اسم الله ما بتعوزه لانه كمان عندها هيك الباور القوي، يخزعين اثنيناتكم ما فينا دويين دويين اسم الله. فنحن دائما بنقول لهم طبعا ناتشر كلود كان الذهب عندها او الجولد كريم هو الاول عالميا من حيث الجوده تبعه، وطبعا تركيبه فرنسيه، اللابوراتوار الفرنسي هو اللي ركب لنا اياه بطريقه كثير كثير مهمه. طبعا في بالاسواق كثير جولد كريم، في بأسواق كثير كافيار وبير، وقد ما بتكون في مستحضرات تجميل ما عم بحكي انا ضد الغير، بس ولكن عم بقول لازم نعرف اهميه الجولد كريم اللي بدنا نستعمله. الحبيبات الذهب اللي بقلبه هي الفاعله الاساسيه لتخرق الدرجه الثانيه والثالثه من البشره لتعطيها نضاره وقوه. طبعا البوتوكس من ناتشر كلود هو القوه تبع الفيلر تبعه انه هو بيشتغل ديريكت دغري على تكبير الخدود او تعبئه اي منطقه نحن بحاجه لها، كان العبسه ولا كان هيدي اللاينات كلياتها. حتى الاشخاص اللي عاملين ابار فيلر قادرين يكفوا فيه حتى يطول معهم الفيلر، بدل ما يروح بست شهور لثمان شهور بيروح معهم بسنتين وبثلاث سنين. هو طريقه كثير عاديه انه نحن نحطه تابوتمون على اي منطقه بدنا اياها بقلب البشره لنستفيد من هذا الموضوع. طبعا ناتشر كلود هي موجوده بكل الدول العربيه، حتى نحن موجودين بفرنسا بامريكا، والارقام التليفونيه كلياتها موجوده عم تظهر وقادرين نحن نوصل لهم اياها على اي منطقه بالعالم بدو اياها خلال 140 ساعه. حتى الاشخاص، يعني في اشخاص كثير بدقوا لي من برا، كان من السعوديه ولا كان من الخليج، عامة بيبعثوا لي صور انه على مشاكل خاصه، في كثير مشاكل خاصة، ونحن البرودويات هون ما بنكون عم نحكي عنها، بس ولكن نحن موجود كل شيء، حتى موجود كل شيء إذا إنسان مثلا كان
عم تردع او كان كذا، عند الثدي تبعها في ترهل كمان قادرين نحن نشتغل عليه. فنحن عندنا كل شيء السيده بتحب تشتغل على هذا الموضوع نحن موجودين لألاف. وفي مستحضرات طبعا وخلطات خاصه، اوقات بيكون في شيء خاص يعني نحن قادرين نشتغل عليه وقادرين نأمن له اياه خلال 24 ساعه بيكون عندها باي منطقه بالعالم. اوكي الوصفه لانه بعد عنا دقيقه. اوكي يلا لانه اخذتوني بالكلام، حيتين ذهب اثنيناتكم يعني بسم الله حيتين عم تضوي هالجاذبيه قويه طبعا. فنحن اليوم الخلطه تبعنا مميزه جدا، هيدي الخلطه هي لتبييض الرقبه، ولكن نحن بتعرفوا في مشاكل كثير بتصير بالرقبه والميلانين بتضعف بهيدي المنطقه، فنحن لازم نقوي حتى يرجع هاللون 100% له. طبعا العقد الصفراء كلياتنا بنعرفها وبنعرف اهميتها. العقد الصفراء هي اليوم عم تستعمل باكثر مجموعه من الكريمات تبع التبييض، قد ما هي عندها فعاليه وغناء وعندها غنى بالفيتامين سي. بدي اخذ البطاطا فيني اخذها نيه، بدي اخذ ملعقه منها وفيني اخذها مسلوقه. انا هون عاملها نيه. اوكي بدي اخلطها، بدي اخذ ملعقه منها. فعالية البطاطا انه الالياف تبعها هي بتشتغل على الرقبه وقادره تشد الرقبه 100%، وبالوقت ذاته قادره تشيل هالسويد كلياته. طبعا بدي اخذ ملعقه من الحامض السيترون. الحامض كلياتها بنعرف انه هو غني جدا 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 بالفيتامين سي. اذا انا عندي رقبه كثير كثير يعني مثلا فيها سويد كثير، باخذ ملعقتين من السيترون لاقدر استفيد منها. هذه الخلطه صارت جاهزه، لازم تكون جامده، ما لازم تكون مايعه ابدا. أوكي. لانه الرقبه بتتحمل قوه من الاكتف تبع الفيتامين سي ليقدر يشتغل على تفكيك السويد من الرقبه. هذه الخلطه صارت جاهزه عندي، بدي مدها على الرقبه كلياتها، بدي اتركها ربع ساعة. بعد ربع ساعة برجع بفركها من تحت لفوق دائريا بهذا الشكل كأنه عم بعمل بيلينج، وهون بكون عم بقدر شيل كل السواد وفكك هيدي السواد كلياتها من الرقبة تبعي. بالوقت ذاته بكون عم شده لأنه هولي ثلاثتهم قادرين يسيطروا على الترهل تبع الرقبة تبعي وعلى التجاعيد. ونحن لازم نعرف كلياتنا، حتى الكافيار كريم من ناتشوري كلود اللي دائما بتحدث عنه، هو في 11 إليمون بقلبه بيشتغل كمان على الرقبة، لأنه نحن لازم الرقبة نهتم فيها مثل ما نهتم بالفيس تبعنا، لانه كمان هي بتبين على الكبر مثل ما نحن كمان على الايدين كمان لازم نشتغل عليهم. فينا نحط لهم كافيار، فينا نحط الاي تريتمنت، لانه الاي تريتمنت معمول من ماده كثير مهمه هي اسمها الالاستين. الالاستين دي هي بتولد مع البشره مثل ما بتولد معنا الكولاجين، وهيدي العناصر الاساسيه لتخلي هيدي البشره ترجع تقوى تصير منيحة وتصير اسم الله مثلكم حلوين بدون أي مشاكل. شكرا لك كلود، أهلا وسهلا فيك، وبنشوفك يوم الأحد. الأحد إذا الله بخلطة كتير مميز وكتير حلوة. أهلا وسهلا. مرسي. ورح ننتقل لمطبخ بلايف لشوف الشيف مارينات وين صارت بتحضير الوصفة اليابانية لليوم. لكن شاف هلا عم نحضر الحلو، صرنا يمكن باخر ستاب. صح. اوكي صح. شو بدك نبلش؟ سوكياكي خلصت تقريبا. الباستا سلقناها ما كمان اول شيء رفيعه. اوكي. من دون لا زيت ولا زب، بس مثل ما هي ستيم على البخار. أوكي. اكيد. والخضره شفتي هيك ساعه كنت جزر وبروكولي وارنبيت وفليفله حلوه وبامبوشوت وحطيناهم مع بعض وفطر. حطيناهم بس حطيناهم لا هن بنحطوا على مرحلتين. في الخضره اللي هي جامده كثير بدها وقتها تستوي، صح؟ حتى ما يستووا كلهم مع بعضهم تكون شوي واقفه الخضره. حطيت اول شيء الجزر مع الارنبيت والبقيه بعدين مرحله ثانيه. عم بيقولوا لنا نفتح بس لنشوف الخلطه شيء بشهي. زدتي لها شيء بهارات معينه مارينات؟ اكيد في صوص خصوصي بحضرها قبل، حضرتها قبل. هي الستيك اصلا الستيك نقعتها كمان قبل بيومين. في هيدي... نقعه معينه؟ اي نقعه معينه قبل بيومين. هن هيدي اكله مثل قلت لك ساعه تقليديه. باليابان على فكره انا علمني الطبخه الشيف، سوري مش الشيف كمان حتى ماتر جودو سانسي فوكامي ماسانوري من سنين قبل ما بلش اعمل بالسوشي. وبعد حبستيها ما نسيتيها وبعملها دائما 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 دائما. اتمنى سهله وطيبه كثير. طيب بالنسبه للحلو هون شو حضرناه؟ جيلو مع مهلبيه اثنين لاير. اكيد شيء مع فروتس ناشفه وشيء مع بسكويت
حلو، يعني يعطيك العافيه شيف. اكيد رح ندوق باخر حلقتنا. اهلا وسهلا فيك. ومنتقل هلا الى تقرير خاص عن حدث استقبلته بيروت مؤخرا لمناسبه العيد العشرين لتاسيس شركه روش بوبوا، ومزيد علني لقطع فنيه لتصميم من تصميم مصممين مبدعين لبنانيين جمعوا 86,000 دولار، وراح ريعوا لمركز سرطان الاطفال. شو حلو هيك للخدمه الانسانيه وخاصه الاطفال. خلينا نشوف كيف كانت الاجواء بهالتقرير وبنرجع بنلاقيكم بعد البريك. Master of composer, صار ايضا ارتست. خلونا نشوف جيمان وكيان شو رايه بهالايفنت اول شيء ومشاركته فيه. هاي كيفك؟ ماشي الحال؟ جود، جريت تو بي هير. عن جد حاسين حالنا اليوم وان اتس فور ساتش ا جود كوز. كل هيك شو حلو الاحساس وقت ينجمع هالقد مصاري لهيك غرض، يعني للتشلدرن كانسر سنتر. عن جد بخليك بيغني الروح. قديش الواحد هيك بيحس بفخر لما بيستعمل الكرياتيفيتي بتاعه العمل بتاعه انجوين تو عمل خيري؟ فاي ثينك ذاتس ذا كوز توداي. كثير نبيله. في شغلتين، في العمل الخيري، وانا مش اول مره بشتغل بالعمل الخيري. نحن من كم سنه كمان لل children who have cancer عملنا لهم وي ديزاين ذا روم فور ذم. ثاني شغله انا كثير بفتخر فيها انه ومبين يوم عشية وبين من جمعة كان في اووردز اركيتكتشر اووردز كمان بلبنان، بين انه صار في بيئة لبنانية كديزاينرز نفتخر فيهم وصاروا المستوى تبعهم صار عالمي. بقى هيد كل هالايفنتس انه روش بوبوا مش ماركة فرنسوية مشهورة كمان بتشجع هالشيء، كمان انا كثير بفتخر فيه. البيس تبعك شو غير النوتات شو حطيت فيها زياده؟ لا البيس تبعي هي ذا هول ايديا از اول شيء بدي كان شغله تكون تشبهني، والموسيقى اكيد انا كل حياتي هي البيانو والموسيقى، بس اذا بتلاحظ كمان سترينجز معمولين من سترينجز تبع البيانو عليها، وان بلوس المسج تبعها اللي هي نيفر جيف اب اون يور دريمز. اون بيرسونال ليفل جي اي وحده حبيتها اكثر غير تبعك؟ لا لك بصراحه كلهم حبيتهم كثير، تبع روجيم كازا كثير حبيتها، تبع زهير مراد تشبهه، يعني كل واحد انا بتصور كل ارتست اليوم اشتغل حط كثير من حاله من قصته بالقطعه، وهذا الحلو ذي ار فيري بيرسونال. خبرنا شوي على البيس تبعك، شايف دايمنشنز، شايف يمكن اشياء انت بتخبرنا اياها اكثر. البيس تبعنا انا مهندس اركيتكت، مهندس معماري، الابروش تبعيتي كانت كهندسه مش كارتست. لبنان عنده تقريبا 9 حضارات وعنده تاريخ 6000 سنه. عندنا 9 سكويرز وعم بينفصلوا من المين فريم، والمين فريم في صوره بحر عليه. حضارات لبنان وجدت بلبنان من البحر، واللبنانية وجدوا بلبنان من البحر وتركوا لبنان من البحر. بقى كل لبناني بيضل بيشوف هاللين دوغيزون موجودة بأحلامه بكل شيء، يعني بالدي ان اي تبعه بتضلها موجودة هالشغلة. ما هي الفكرة انه كونفرجنس، يعني وي كونفرج اند وي ريدايفرج اوت اوف لبنان، بنضلنا بنروح وبنطلع من لبنان وبنرجع لبنان. ولوين بنرجع؟ للماجونغ which is a nice soft homey feeling. هي المخدية اللي التخت اللي بدنا نرجع له نتذكره بس كنا صغار. I love it, I just love it. طيب مش كارتستيكمون بس اكثر بيس حبيتها الليله اي وحده؟ انا بظن في بيس حبيتها كثير هي تبعيت جورج محاسب اللي عنزوقها، كمان عندها very nice story behind it. مانيكان على الصعيد الفني، شو في عندك جديد؟ جو سي كو تو بارين الفترة الأخيرة كثير من bands and new talents.
This year it's going to be huge for me. It's my 25th year in show business. I'm young, don't worry. It's my 25th year in show business. So I'm preparing a series of concerts. I have a brand new show. أول شيء رح بلش بالبي سي اف بالبيروت بمهرجان بيروت الثقافية 28 29 30 جوان و 1 جويي بحرش بيروت رح يكون شو كثير كبير. بعدين بنتقل ب 6 جولاي افتتاح مهرجانات لبنان بالزوق. من بعدها رح كون بعمشيت لو 24 اوت، رح كون بصيدا لو 8 سبتمبر. برات لبنان في شيء؟ برات لبنان كمان عم نجرب هلا. برات لبنان دائما عم بريبيرينغ. كل سنه انا بروح باخر السنه على امريكا كرمال ماي تور. هلا عم نحضر تور ببلش على الايست كوست بمونريال، بننزل على ميشيغان، بوسطن، نيويورك، وان شاء الله هلا اذا بقول لك صراحه هدفي هو المغرب العربي، لانه البوم الجديد اللي بينزل هالسنه رح يكون اسمه بربر، وهو كله مستوحى من موسيقى نورث افريكا، الموسيقى المغربيه، الموسيقى التونسيه، الموسيقى الجزائريه. وهلا هدفي انه اقدر فوت على المغرب العربي. بتصور رح نبلش بموروكو وبنشوف انه هنيك هاو ثينجز ويل جو. ام فيري اكسايتد. Business wise 2016 شو كان اكثر challenging project وفي ال 17 شو في؟ 2016 was an amazing year. نحن we got awarded بلبنان، عملنا لمشروع عملناه بالاردن مشروع سياحي، وكمان اخذنا award لمشروع عملناه بالمغرب حطهم مشروع على البحر لسوفيتال. So we got a lot of awards. وحتى هلا يعني نحن finalists بالميبيم بكان لمشروع سوفيتال. هذا بتطوان؟ بتطوان على البحر. This is my piece. اسمها Never Give Up On Your Dreams. هلا هون اذا بتشوفوا الكاليغرافي انعمل بالعربي لانه بالنهايه انا لبناني لو شو ما كان. لا تتوقف عن الايمان باحلامك. هول هن بيانو سترينجز، هول بيانو سترينجز معمولين مخيطين. هي الكيس المعموله مثل البيانو اللي هي لكر من برا، وبتشوفوا التوشيت هن مات. فبالنهايه ما جربت اعمل شيء مش انا، يعني انا مش شغلتي اعمل فرش، بس جربت حتى اللي عم بعمله يكون بيشبه انه يكون دغري تعرف انه هيدي قطعه جيمان وكيان. ان شاء الله حبيتها. Very very nice. Guy thank you لك. Merci. بالاكسسوارات وتاريخها والموضه من حولها مع ضيفتنا مصممه المجوهرات باتريسيا رحمه. اهلا وسهلا باتريسيا. يعني بننطر هالفقره مناطره. ميرسي. وانا كمان دائما بنقي شو بدي احضر. هالمره عندنا شيء كثير مهم ودائما عندك اشياء مميزه جدا جدا جدا. ثانك يو. يلا يلا نبلش. التوكرز هلا رجعت. اوكي بلشي من قبل. بلشي من زمان من زمان، عم نحكي من اكثر من 200 سنه. واو. يعني ايام مين يعني؟ ايام الثوره الفرنسيه. ايام الفرنسي. ايام الملكه. ايام بالتحديد بلشت بالثوره الفرنسيه، وقتها صار في كثير قتل ومجازر. صارت النسوان تلبس تشوكر رافعين، يعني مثل شريط رفيع يعني كانه احمر. اوكي. إيه؟ عم بحدوا على كميه الدم للاسف اللي كانت عم بتصير بهذه المجازر. اوكي. من بعدها صاروا الفتيات ذو مستوى والباليريناز ان بارتيكولر يلبسوا شريط اسود. اوكي. انه هن من مجتمع راقي. بعدين صاروا يخصصوا عمر المراه، يعني اذا البنت صبيه تلبس شوكر كثير رفيع، اذا البنت اكبر متقدمه بالسن تلبس شوكر حتى تخف التجاعيد على رقبتها. بعدين الملكات بلشوا باواخر 1800 بلشوا الملكات
يلبسوا التشوكر تيخففوا السكارفز تما يشوفوا السكارفز. سو التشوكر منه بالتسعينات، لان كل اللي بيفكروا انه التشوكر كان من ايامات التسعينات. بسنه 1944 سموهم دوغ كولرز لانه صاروا يشبهوا مثل صح مثل تبع الدوغز اللي بيكونوا حاطينهم. كمان بال 1944 رجع التشوكر بقوه. اوكي، لوقت ما نوصل لليدي ديانا الله يرحمها. ليدي ديانا كان عندها كولكشن ما بتفهم من التشوكرز، حتى كانت البروشات تقصقصهم تحطهم او اوقات تحطهم هيد بيسز. اوكي، سو ليدي ديانا بالثمانينات قلعت الترند لانه بكل صورة اذا بتلاحظوا لابسه تشوكر. كان موجود التشوكر. كان موجود التشوكر. كيف رجع هلا؟ كيف تحت لي رجع هلا على الموضه؟ رجع هلا على الموضه ببراند اسمه فولن مونارك يلي هي كيم كارداشيان وريانا بلشوا يلبسوه. رجع التشوكر بطريقه فيري اليجنت ليذر مع الماز. وصرنا نشوف بالران واي تبع ديور بال 2016 وتبع الكسندر وانغ بلشوا التصاميم الازياء ترافقها التشوكر كيف اللي انت لبستيها نانسي، الربن الرفيعه وسود. سو رجعت وبلشت، يعني صارت هلا عم تصير اكثر من 1990 اكثر واكثر، وب باحجام مختلفه وبمواد ماتيريال مختلفه. يعني مثل ما عم تلاحظوا عندي، يعني عم يستعمل الحبال وعم بيستعمل السيلفر. هول تصاميمي، في قسم تصاميمي وفي قسم تصاميم سارتو ماشي ذا لوكال ديزاينر كمان، وعم بيستعمل اوقات توسكي برودري توسكي ليس. يعني عم بتكون التصاميم عم بيتدخل فيها كثير مواد مختلفة وجديدة. صح، وعم ترجع الموضة القديمة، عم بتدخل البيرلز. البيرلز كثير عم بتكون طاغية، بيرلز مع الألماز مع الأحجار الكريمة كثير عم بتكون. أول واحد فوق هيدا من أقدم التشوكرز مصري، بدي أقول لك حسيته مصري. كان بدي أقول لك موجود بأحد المتاحف هيدا اللي تخيلي قد ايه نفرتيتي من قديم. صح، قد ايه التشوكرز قديم، مش لانه بس نقول تشوكرز بنفكر بالتسعينات، بينما له قصه وله تاريخ. يعني كانت سيمبل وقتها امراه كان رمز رمز لشيء معين، ان كان عمر او ان كان حزن او ان كان تخبي شيء حوالي رقبتها، كان دائما عنده سيمبول معين. باتريسيا، والحلو انه بيناسب يعني لكل المناسبات فينا نلبسه حسب المواد يلي يعني معمول منه. صح، وبيعطي جمال للرقبه خصوصا اذا الفستان او التوب كانت، انه ملاحظين الموديلات كيف عم بتكون. يعني بكل الموديلات الموجوده ان كانت سمبل او ان كانت كبيره بتناسب حيلا مناسبه عنا اياها. ما في مناسبه الا ما فعلا التشوكر بتزين الرقبه. هو ليه قصص كثير ناعمين، يعني عم نحكي عن الليس، عم نحكي فوق الفلفت المخمل مع الاحجار مور انتو ميتل تحتاني، كثير عم بيكونوا منوعين وعم بياخذوا راحتهم ديزاينرز بتصميمها. بطل في يعني صار في شيء تخين وصار في شيء رفيع. والحلو كمان انه مثلا هالتشوكر فيك تستعمليه حتى لو كنت لابسه شوي قبه عاليه. صح، بيطلع حلو. عادة صح. بتقولي لا اذا لابسه قبه هيك مسكره ما لازم تحطي كوليه على لا على في رأتك. اذا كنت لابسه كوليه او وات ايفر عم تحطي تشوكر هيك مثلا من كبير كبير او بيرل تشوكر بيطلع فعلا روعه. بطل معك حق نانسي، بطل في عندك انه اذا كانت مفتوحه القبه. صح، عم بقولها دائما حلول. اوكي، وحتى في حلول لكل اشكال، يمكن الرقبه القصيره اللي ما في مدى يمكن عند السيده ممكن تلجا لشيء كثير رفيع وكثير ناعم. صح، في عم بقول لك بنبلش من الرفيع لقد ما بدنا نكبر حسب الرقبه حسب الستايل حسب طبعا يعني حسب العمر كله. صحيح. كله بيلعب دوره. طيب قديش السليبرتيز ساهموا بهيك نشر او باعاده هالتشوكر على الموضه؟ كثير كثير، يعني عم اصلا في سليبرتيز ما شلحوا تشوكرز. يعني اذا عم نحكي مثلا فور اكزامبل رح نشوفها بعدين صوفيا لورين. صوفيا لورين بتقول كيف الميك اب انا ما بظهر بلا التشوكر. هون هول السليبرتيز وذر كاميرون دياز وشير وكل الاذرز بالترو يس وجيسيكا البا كلهم هول عم هون جمعنا صور على السنين. يعني هول ثرو ذا 90s لهلا بعدهم بيلبسوا التشوكرز كثير، خصوصا عم بقول لك بلشت من كيم كارداشيان بلشت تلبس التشوكر وكثير عم بيساهموا. ملاحظين كل وحده منقيه التشوكر بتناسبها ستايل معين، كل وحده ستايل معين. ناس مع الماز، ناس وذ ميتال، ناس اي ثينك اتس مور انتو قماش او الاحمر، اتس مور انتو قماش او شيء هيك فيري ترندي. صح يعني.
صح بطريقة. بنشوف الصورة اللي بعدها. This is Sophia Loren. لكن ريانا. نومي كامبل عرفتي نيكول هلا كيتمان. مثلا صوفيا لورين بالطريقه يلي لبسته مش ظاهر لها اكثر التجاعيد، بتحسي بصير الواحد عم بيطلع على هالمنطقه بيلفت النظر اكثر واكثر. ايه صح معك حق، ايه بيلفت النظر يعني إيه؟ مثل لا وهي شيز بوني من هون عندها عظام سو بس مثلا صوفيا لورين بحياتها ما كنتش لها حلا تشوكر، يعني بحسها خلص انه شيء كانه بصمه بارت اوف هير ايدنتيتي. ايه كيف ليدي ديانا وكل كل هول. لهيك لاحظت انا بالسلكشن كنا عم نعملها ما في سيلبرتي الا ما انا لابسه تشوكر. وهلا بسبب ديار وبسبب جيفانشي وكل المصممين الازياء رجعوا من سبرينج 2016 رجعوها على الموضه، وهي موضه ما رح تموت. تفرجينا شوي هالغراض الموجوده قدامك الحلوه، يعني لازم نشوفهم. هون عم بحكي مور ليس مع أوكي. حجر الاونكس حلو. هيدا فور اكزامبل هيدا من تصاميمي. هون عم نحكي جولد بليتد مع احجار كريمه. اوكي هون فوتنا اكثر اللون الذهبي هيك لهون. اوكي فوتنا اكثر اللون الذهبي عليها مع متل عادي. هلا هولي اتس فيري سمري، انا كثير مبسوطه فيهم. جبال هول كنا عم نشوفهم قبل بالاساور كثير، هلا رح نشوفهم السنه. هلا عم نشوف وصيفيه الماضي شوي شفنا هيك هالحبله صح. بتعرفي للشتي بركي ليكو اتس لايك وول صوف صوف. اوكي سو هي مع الحجر، هي 25 سنتيم هذا فرنسي وحجر فرنساوي. شو مميز. في عندي هون بيلبق للكل تشوكر برايي. هون اكيد تصميمي، هاي تصميمي السلام. مثلا في يكون واحد لابس كلمه بتشوكر بيلبق للكل اكيد، مثل ما قلنا قبل. يعني مش معقول وحده تكون رقبتها قصيره تلبس شيء كثير لازم ترفع التشوكر. بدها ترفع، يعني كل شخص انا بحس تقدر تحس شو بيلبق لها. اي الالوان كمان حسب، يعني انه ان سمر يوجوالي ذيس كايند اوف ثينج مش محبس، يعني بدنا نعرف باي سيزون عم نلبسهم. بالسمر مش محبس، سوري بالوينتر مش أوكي. محبس عرفتي أوكي. بدنا نشوف، بدنا وي هاف تو ريسبكت شو لابسين الطقس. بس اجمالا يلي اكيد ما عم بيروح هو كيف اللي انت حطيتيه اللي انا حطيته عم بيكون ليس او عم بيكون لذر رفيع او مخمل رفيع كثير عم بيكون ترندي. اوكي كثير حلو هالجوله بعالم التشوكرز باتريسيا، ومثل العاده بدنا ندعيكي على الدايننج تيبل لنتذوق وصفه يابانيه اليوم. يلا خيالك وين ما رحت وسرحت وجيت اسرني طيفك وحبك اسرني مفتونك يلازمني خيالك وين ما رحت وسرحت وجيت أسرني طيبك وحبك أسرني وصرت مفتونك حبيبي مرني صوتك بلا موعد ولا حنيت أجل شاف. نرجع نذكر شو حضرنا لباتريسيا. سوكياكي وجيلو. سوكياكي مثل شفتيها باستا، هي المفروض تكون نودلز بس عم بعملها هيدي سوكياكي اللبنانية. اوكي هلا سوكياكي في كذا فورم بنعمل اكيد، وهي بتحسيها اكلة تقليدية. اوكي الخضرة المفروض تكون ما كثير مستوية. اوكي هلا شوي زدناها بالاستوديو على التقليد. بقلبها في كل شيء كامل، ما في لزوم تزيدي شيء الا اذا بدك تحطي صويا زياده. صويا لايت على طول انا بستعمل صويا لايت. اوكي والخضرة هون شو استعملنا؟ الخضرة جزر، ارنبيت، بروكولي، فليفله وبصل اخضر وشامبينيون. اوكي و ايه بامبو شوت. هلا ريحه كثير طيبه. في واحد زيد من عنده كم شغله يعني بشيل وزيد وحط، يعني فيك تشيل اللحمه وتحط دجاج بتنعمل اوقات اذا بدهم كمان في منهم ولا ما كثير بتزبط؟ بتزبط بتزبط بلا بالنتيجه بالنتيجه الواحد بالنتيجه الانسان ذوق الاكل ذوق، يعني كل واحد بغير.
والدسير والدسير جالو مع مهلبيه يعطيك الف عافيه شاب ناتورال ناتورال الالوان فيهم كمان اهلا وسهلا وباتريسيا شكرا لك ميرسي باتريسيا وان شاء الله بنشوفك عن قريب اكيد دائما والشكر الاكبر لكل المشاهدين متابعه حلقتنا لليوم بستان بكره لقاء جديد فكونوا كثار على الموضوع باي 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 باي